لا هارد لك لا بعترض الهارد لك يا جماعه، نتيجة مش اسمها هارد لك في الكوره يا جماعه. هارد نتيجة لك كبيرة لفريق لاعب، تتوقع. لا ما خلص كده بقى، هارد لك لفريق لاعب وضيع اهدافه كده، بلاش هارد لك دي. انت قلت يوم حزين في النادي للنادي الاهلي اي حاجه، لكن هارد لك دي ما تتقالش بعد ماتش النهارده. معاك اتفضل. نتيجة كبيرة ما توقعناش ولا توقعها أحد قبل المباراة. ولا اكتر متفائلين بسان داونز نفسهم توقع انك تكسب الاهلي 5-2 الأسباب بهذا الشكل من كمان. وجهة نظرك يعني الأسباب. ما هو من وجهة نظري في اسباب مرفوضه، انا ما بحب، ما خلاص موضوع مثلا الجو مرفوض، ما فيش حد يقول الجو لا مرفوض. الاجهاد ماشي، انت في فترة كنت مجهد بس انت اللي اجهدت نفسك، كان بايدك وسهل جدا تريح اللعيبه اللي انت معتمد عليها في افريقيا، قلنا الكلام ده في استوديوهين قبل كده كلنا اجمعنا بالكلام ده، فما تجيش تقول لي ان انا لعبت مجهد، ما ينفعش اقول الكلمه دي لان انت كان بايدك تريح. معلش يعني مع احترامي الكامل، انت بس بطوله الدوري العام اللي انت واخدها، افتح دوري بالنادي الاهلي هتلاقي بطوله الدوري العام دي مش عارف تعدها، وسايب اهم بطوله المفروض وتركيزك كده فيها اعلى من كده، وموقفك صعب. فانا ما ينفعش كل سنه اعتمد ان انا دايما موقفي صعب وبعدين ده انا بكسب وبكسب بطوله، جميل بس ما هو انا ليه دايما عايش على الماضي على الماضي؟ ما صحح. ليه اقول ما انا عايش نفس الموقف ليه؟ طب وعيش نفس الموقف ليه؟ هو ده السؤال. ليه عايش نفس الموقف؟ يعني اقرب من مرات المقاولين طلبت تتاجل قالوا لا، طب خلاص انت فارق في الدوري كام يا ايمن بينك وبين اقرب فريق؟ ده مش المنافس التقليدي بتاعك، مش الزمالك كمان، بينك وبين اقرب فريق، يعني الزمالك هو متمرس معاك دايما ودايما بتبقى انتوا اتنين بتتنافسوا. مع الاحترام للفرق كلها مفيش فريق هيبقى نفس طويل معاك في الدوري غير الزمالك، وانت فارق عنه كتير جدا في بطوله الدوري، انت شبعان منها، شبعان من بطوله الدوري العام، ما بقولش انك هتتفرط فيها لكن تقدر تكسبها. فرق نقاط كتير جدا وعندك مباريات مؤجله وانت ماشي كويس قوي في الدوري العام. يبقى بص بتتكلم على حاجات من اسباب الهزيمه اللي حصل قبل المباراه. مش اسباب هزيمه، اسباب اللي انت عملتها. دي من الاسباب اللي انت صنعتها بايدك. مش اسباب النهارده. انت اللي صنعت النهارده كده. وبعدين هتقول ما احنا مجهدين، لا لعيبتك متعود على فكره يا ايمن. لعيبه النادي الاهلي متعوده على المواقف دي، وطول عمرهم بيعدوا المواقف دي. ولاعيب النادي الاهلي عارف ان هو من مباراه لمباراه لسفر لسفر وبيعد كده تماما من زمان جدا على الكلام ده، فمش عايز الشماعات تتعمل من بدري، دي شماعه مرفوضه. انت متع خلاص، انت لعيب النادي الاهلي متعود على كده. لكن هو الذكاء ان انا ازاي الناس المهمه عندي اريح، مش هيحصل حاجه. انا كان عندي اخسر ماتش المقاولين واتعادل النهارده واكسب النهارده، ايه ماتش دوري المقاولين ده؟ ايه ماتش في الدوري؟ مع السلامه. ما انا تعادلت مع الداخليه، ايه اللي حصل؟ عادي هقدر اعوض، هقدر لسه في دور تاني طويل جدا، وانت الاحسن في كل الفرقه دي. ايه دي؟ كنت خسرت المقاولين، كنت لعبت ريحت نص فرقتي دي، وما كنتش هخسر المقاولين كمان، لان متاكد اللعيبه اللي هتلعب هتبقى لعيبه خايفه على النادي الاهلي، بتغير على النادي الاهلي، عارفه ان النادي الاهلي ده اسم تقيل قوي، ومفيش حد يعني مش اي حد مؤهل يخش النادي الاهلي، مش اي حد مؤهل يلبس تيشيرت النادي الاهلي. في ايه؟ ابعد إيه؟ مع السلامه المولي. ايه خسرت 3 نقاط هتعوضها، لكن في سبيل ان انا هريح 6 7 لعيبه مهمين عندي النهارده، يا دوب بس يسافروا ويبداوا يحضروا للمهمه الصعبه النهارده. دي خطا كبير جدا حصل. ناس تقبل مني ما تقبلش، انا بقول وجهه نظري جايز تبقى غلط، لكن انا شايف كده، شايف دايما في حاجه الاهم. الاهم كانت ايه؟ سان داونز.